مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله مساءكم. ضيف اليوم طبيب وشاعر وثائر، واكب ثورة 17 فبراير منذ بدايتها، فأطرب مسامعنا بقصيدة كان لها وقعها في قلوب أهل طرابلس وكل أهالي ليبيا، وعبر فيه عن اللحمة الوطنية وعن حب الليبيين لعاصمتهم طرابلس. أستقبل وإياكم مشاهدينا الدكتور الشاعر سعد فرج محمد. أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا، مرحبا وبك أكثر إن شاء الله. أشكر قناة ليبيا الأحرار على الاستضافة، إن شاء الله الليبيين يكونوا أحرار ومن نصر إلى نصر بإذن الله إن شاء الله. مش عارف هنقولك شاعرنا ولا دكتور. دكتور، يعني قصيدة يا طرابلس قولي لها، أشهر قصيدة، يعني من أشهر القصائد اللي سمعناها في بداية الثورة، فكيف كانت قصة القصيدة هذه؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. والله قصة القصيدة طبعا بعد كانت يوم انتصار مدينة بنغازي بسقوط الكتيبة، طبعا في احتفال، وقع احتفال، وكان طبعا الطاغية يعني دار خطاب على أساس قبلها أن يقسم ليبيا وكذا، وأن بنغازي تكون عاصمة وفيه، فأشرت إلى أن نحن طرابلس عاصمتنا وأنها ليبيا واحدة، وأن إن شاء الله دعينا أن تكون ينصرها الله كما ويفرحها الله كما نحن فرحين فيها الليلة، وأن نحن في جوامع المناطق الشرقية ندعو بالقنوت للعاصمة وأن يفك الله من ويلة، يعني فيها دعاء وفيها تذكير وفيها تصبير وفيها طبعا لحمة الوطنية، فيها نصيحة للطاغي بداية الأيام أنه ما يشوفش، يعني ما شافش، ما نظرش إلى مبارك وبن علي يحتبر منهم كيف أنهم تيار الشعب، يعني فيها الطرفة وفيها الدعاء وفيها يعني فيها التصبير. نعم. طيب هذا بالنسبة للقصيدة وحنرجعوا لها، لكن في الأول خلي نتعرفوا احنا والمشاهدين على كيف جمعت بين الطب وبين الشعر. والله هو انا نقول يقتربا، يعني وذلك فضل الله، يعني فالطبيب يعني من ناحية حكيم والشاعر حكيم، وانا عندي حتى جانب ديني ففي حكمة، يعني يقترب، لانه هو الشعر يخاطب الروح والجسد، يعني في نوع من الاقتراب، يعني ونوع من العلاج. نعم، ربما الشعر أساسة. نعم، ربما الشعر يعالج الروح ولا الطبيب يعالج الجسد. طيب بالنسبة للشعر، يعني أمتى اكتشفت الموهبة عندك؟ هل عندك مثلا بعض الشعراء اللي تقرأ لهم؟ يعني والله الشعر أول شيء أنا يمكن تكون نوع من الوراثة، برغم أنها لأن الوالد رحمة الله عليه شاعر، توفي في 76، فكان شاعر يعني أيام الجهاد، شاعر يعني في معروف، يعني عنده قصائد في الجهاد الليبي، معروف شعر قوي. ولكن تدرجت الموهبة، طبعا ما أقدرش نقول لك كيف ولدت يعني، لكن كنت حتى أنا في الجامعة العرب الطبية مع زملائي في الطب كنت معرفين نقول في بعض القصائد يعني كلماتك خواطر في الكتب الطبية، كان يفرح أشياء كانت خاطرات يعني كثيرة، لكن بعدها تغير الإنسان، كل ما يكبر كل ما تكبر مداركه والتغير يعني اتجاهك. أيام الدراسة ديما تلقى الكتاب من الخلف ومن الهوامش دائما فيها، في طبعا فيه النكت حاجاتك فيها يعني فيها أشياء كثيرة كانت. قريت والله كان عندنا واحد من كتاباتك الآن تشوفه شنو. والله كانت فيه مشهورة عند زملائي أصدقائي في الأطباء، كانت معروفة، كانت طرائف بعضها يعني على كتاب معين، على امتحان، على لكن ما عادش نتذكره. والدي طيب، على ذكر الوالد، يعني هل تحفظ بعض القصائد مثلا للسيد الوالد رحمة الله عليه؟ طبعا هو قصيدته طبعا كانت فيه قصيدة اللي هي توفي بعدها بيوم، واشتبه طبعا في حادث مشبوه، لأنها كانت فيها شوي نوع من ما عادش ظهرت في التلفزيون الليبي طبعا، لأنها قصيدة طبعا ضد الطاغي فيها في النصيحة، يعني كان كلام خطير فيها، يعني مش مهاجر، لكن كان ينصح فيه يقول له وضح الحق ووضح، فواضحة عند الناس يعني معروفة طبعا. طيب فتوفي رحمة الله عليه شوية. هو طبعا القصيدة هو الشايب طبعا من شباب الكبار فترة البادية، ولا من الناس اللي هاجروا لمصر في أيام الجهاد، وعنده قصص، فلما ظهر الطاغي يحكي على الجهاد يغير فيه يعني، فمنها المجاهد الكبير عبد الحميد العبار رحمة الله عليه، والناس اللي في برقة كي ناس المجاهدين، فالشايب كانوا عارفين أنه شاعر فيحكوا لنا يبين يعني، فكان هو السباق طبعا، عمر يحكي يقول أن الثورة والثورة، ويحكي على الثورة واجد،
صحيح. فكان خطاب الوالد له يقول له يعني بمعتبار انك كأنه سرق منهم الثوره، يعني ثوره الجهاد نحن هلها يعني صحيح. يعني قتلنا، هو اللي قال له نحن رجال الثوره ونحن اللي على الواعر الجسور. إيطاليا ترسم دايرة صبورة، طبعا شيء يقول يقول برقه هي أسباب فنانة، نحن اللي هاجرنا ونحن اللي على الوعرات صبرنا، في وطننا ما من معارك درنا تاريخا والطب وجبانا. الله الله. وفيها طبعا خاتمة له يقول له بينوا الحق وبينوا بدية، الحق هو اللي يثبت طويل زمانه. صحيح. ونعلبوا اللي يكذب أبو طارية والكذاب عند الله طايح شان. هذه كانت في مصادرة معمر مشهورة قصيدة في سلوم في ثاني يوم والله رحمة الله عليه. لكن يعني أكره ما تبلى في حادث مشبوه، هل هو من الطاغي؟ طبعا توفي في حادث ثاني يوم بعد القصيدة سيارة عسكرية، يعني مجهول الحادث طبعا. حادث ثاني يوم كان مع سيارة عسكرية، لا أكيد معروف القصة هذه يعني، لكن هل هو طبعا كان مش معروف كيف طريقة الحادث، فبعض الناس يقول لك نفس طرق معمرنا، الله أعلم بحالها يعني. نسأل الله أن يكون شهيدا إن شاء الله بين يديه. طيب نرجع إلى طرابلس وقصة طرابلس وقصيدة طرابلس، هل سبق وزرت طرابلس؟ يعني هل ليك مثلا علاقة بأهالي طرابلس بمدينة طرابلس فيما سبق؟ والله ما ليش علاقة إلا بال يعني زيارات مرتين أو ثلاثة يعني، ما كنتش واجد، وزيارات عملية يعني حاجات سريعة. كيف كنت تجد طرابلس؟ والله في الوقت الأول كنت نراها يعني ما عنديش اختلال، لأنها طبعا أنت مخيم عليها طبعا قصة معمر أولاده والظلم، ما تشعرش بسعادة وانت جاي يعني، ما كنتش نحب البقاء فيها لأن نشعر أن هناك، لكن سبحان الله تغيرت. بعد التحرير بعد التحرير يعني كانوا ممكن عندي أصدقاء في طرابلس أطباء، بس ممكن ما حتى العلاقة ممكن قريب شبه، ولكن بعد التحرير يعني الله أكبر يعني لقيت أهل طرابلس يعني ناس أكرم الناس وكانوا ضيافات عجيبة. تشعر بالسعادة وانت السعادة أكيد يعني، أهل طرابلس معروفين حتى يعني بعض الأخوات أعتقد اسمها مذيعة فريدة طريبش يعني حكت على قصيدتي وقالت لي يعني كل أهل طرابلس يعزموك في حوش، يعني كانت كلمات معبرة كثيرة. طيب. وفي ميدان التحرير قالوا لي كلمات جميلة، وأيضا في المنازل في سوق الجمعة بالذات كانت أكثر من نعم. يعني ما نقدرش نعبر لك إيش يعني كانوا فرحين. طيب وإنت في بنغازي شن كان شعورك أحد مواطني مدينة بنغازي وإنت قاعد في بنغازي وتسمع في شباب طرابلس في ميدان الشهداء وهم يهتفوا بالروح بالدم في ذيك بنغازي؟ أكيد تأثر. كيف هذه يعني هذه اللحمة الوطنية، ونحن فرحين طبعا لأنك أنت دخلت المعركة، لأن أنا قلت قصيدة في بنغازي خلاص، فأنا دخلت روحي في فوهة المعمر لو يرجع خلاص مش عارف تخيل صحيح. الناس إنه شنو بيدير بيك، طبعا أنت قلت قصيدة خلاص ما عادش عندك رجعة، فلما يقولوا طرابلس معك هذا تفرح اكثر، لانه خلاص اخوتك بيضربوا معك، فانت قلت قصيده والطاغي هذا اي واحد بيضربه تبي تفرح، لان انت تشعر انك في الجبهه الان، لان قلت قصيده اشتهرت قصيده في بنغازي الاولى شهداء الكتيبه رحمه الله عليهم، قصيده معبره انهم داروا بيان جديد بدل بيان بنغازي اللي دايره، وانهم شهداء وانهم شرحت فيها اوضاع معمر خلال الأربعين سنه، والخواتم الثلاثه في القصيده اللي هي الدعاء والفال اللي هي المطر اللي كانت تمطر في بداية الثورة، ثم صحيح. الرؤى، الرؤى الصالحة من ضمن رؤى كثيرة، لكن من ضمنها يعني فتاة صغيرة 12 سنة ممكن حلمة رسول الله منور على بنغازي خاتمة القصيد، فكان فيها تبشير وتصبير وتذكير وتاريخ. طيب دعني أحيي أولا أهلنا في مدينة بنغازي الشرارة الأولى لثورة 17 فبراير بالقصيدة اللي درتها لبنغازي. والله كانت يوم 19 وكانت الجنائز موجودة يوم 19 نعم. من الجنائز كان العملية مزاد جديدة يعني القصة غامضة والناس في حالة نفسية يعني ذات الأمر بسيط، ففي أخوة يعرفوني طبعا ما عادش نتذكر الأسماء قالوا لي يا دكتور طبعا طلبوا مني يعني القصيدة قالوا نبوا منك كلام لأني أنا كنت نشهر نعزي في الناس مشهورة نعم. فطلبوا مني والموقف محزن يعني شباب صغار صحيح. فتخيلت القصيدة قلت منها أيام طبعا أول يوم قلت منها، بعدها ثاني يوم قلت زدت يعني كل مرة نقول فيها طبعا الشعب. طيب نسمعها مع بعض. طبعا هي توضح أن هناك مظاهرة سلمية في بنغازي تطالب بحق بنغازي، هذا موضوع القصيدة نعم. أن الرجل هذا رافع خشم يعني مش معدل ضاد الضغط احتصام جاب مرتزق، لأن اشتهرت قضية المرتزق في أول يوم، اطلعوا الشباب نوصف فيه وصفتهم بتسعة وصاف عراة الصدور قدام كذا ما ذهبوا للموت بابتسامة، غيروا بيان يعني البيان الآن البنغازي باسم الشباب بيان اللالات التسعة لا 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 القصيدة، ثم وضحت حال معمر خلال الأربعين سنة أن رجل قوم يدعي القومية يدعي الكذا وإسلام لكن ما يصلي على الرسول في إسلامه، تعالوا أوغندا وبسليم وظاهر سيف بمشروع الأوهام،
ثم خاتموا أن يهدوا أن يقسموا لي، ثم ظهرت الخواتم الثلاثة اللي هي الدعاء والفال اللي هي المطر، ثم فقلت تظاهر سلم واضح في إعلانة يريد حق بنغازي بسلام، رافع خشم في ظننا شرانا، زاد الضغط زدنا الاعتصام، ولع شرر في شعب احتقانا، مملي نيل متكوم أكوام، جاب مرتزق ويقتل ظنانا، جوه أسود حاسبهم نعام، جوه شباب مزعزع إيمانا، داروا فعل ما يوصف الكلام، عرات صدور وقداما حفانا، مع الرصاص يزداد إقدام، للعالم درس يشرح الاستكانة، شور الموت يمشوا بابتسام، بيانك تو ما هوش بيانا، بيان النور لا لا للظلام، لا للحبس لا لا للخيانة، لا للقمع لا لا للإعدام، لا للظلم لا لا للإهانة، لا للكذب في وسط الخيام، سلطة شعب ومسكت لسانة، ثروة شعب ضاعت في الحرام، سلاح الشعب حطينا ثمانة، عطاه مرتزق يضرب في اليتام، صفيق ورقص ديما مهرجانة، بعد خطاب ما يبشر أسلام، يريد ألقاب وتزغرت فلانة، وآخر لقب هو صنم الأصنام، في الشاشات في الصبح ومسانة، كلام غريب حيرا يا فهام، يضحك شخص ويبان أسنانة، المرأة تحيض ويبيض الحمام، وعلاقات حربة في ألوانة، قوم أيام وأفريقي أيام، أسلام أيام لكن لا ديانة، رسول الله ما حصل سلام، وشورة شهد وغندة خذانة، ومع الجيران ياما من خصام، وفي بسليم حرش معوانة، قتل ناس دفنوا بالعرام، طلعنا بسلم قلنا له خطانا، تم ذيب حاسبنا غنام، شخصناه ولقينا دوانا، يريد كتاف عنده الانفصام، تراب الوطن راوي من دمانا، يا تحت خير يا فوق كرام، وطالع سيف مو ماسح خنانا، اللي بيلغد نبو الالتحام، على الفي ليل زبدة في دهانا، صبح صبح ذايف في الأوهام، وآخر قول في ضياع الأمانة، يطيع الظلم يسير انقسام، مكرت ومكر نحنا هو رجانا، دعينا الله في الليل بسهام، من راس جدير لمساعد معانا، نفس القول تسقط يا نظام، وجاد الله من رحمة سمانة، هطول أمطار تغسل في جرام، بشير خير يا قلوبا حزانة، رسول الله فوقنا في المنام. صلى الله عليه وسلم. قصيدة رائعة، يعني عجبني فيها أكثر من تشبيه، يعني من ضمن التشبيهات هي الحربة، يوم قومي ويوم ثورجي ويوم أفريقي ويوم عربي. طيب كنا نتحدث على بنغازي وعلى الثورة في بنغازي، ناخذ شوية على الغرب ونجو لملاحم البريقة. والله قصيدة البريقة طبعا كان فيه اتصال، طبعا ملاحم البريقة يعني هي مش ملحمة واحدة، نقصد الملاحم من بداية يعني الأجدابية طبعا، يعني تعبير على 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 معارك الشرق، لأنها كانت مش ملحمة واحدة، يعني أجدابية وبنغازي شاركهم درنا والبريقة، فأنت جمعت في قصيدة واحدة أنها ملاحم مش معركة واحدة من بداية الأرتال. طيب يعني تقصد على ملاحم البريقة. قبل ما نسمع ملاحم البريقة، خلي أستقبل اتصال من بنغازي. أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام، صالح الورفلي من بنغازي، أهلا بك. مرحبتين بك، شنحالك؟ وبيك أكثر إن شاء الله. بنقول الدكتور سعد نورت الساسة وشرفت ليبيا، ونتمنى لك إقامة طيبة في عند خوتك في قطر، ونقول لك يا دكتور شرفت ليبيا تسريف كامل في بنغازي ولا في برا بنغازي، بارك الله فيك وموفق ان شاء الله. نعم اخوي صالح، عندك اي سؤال تحب تساله للدكتور سعد؟ والله بنساله هل المحاضر هو وين؟ هو طبيب جراح هو، صح ولا لا؟ اقول طبيب عام. نعم هو طبيب عام. نعم في نعم. مستشفى هو المغرناطي العلي، بس ولا في مركز بومريا الصحي منطقة بومريا. طيب شكرا 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 لك أخي صالح الورفلي. طبعا هو سألك على التخصص الطبي. بارك الله فيه يسي على الشعور الطيب، وإن شاء الله يشرف الله كما دعانا بالتشريف. طبعا أنا طبيب من منطقة بومريا طبعا جنب بنغازي. نعم. وفي مركز بومريا، وكنت في منطقة الأبيار أيضا كنت. طيب طبيب هو عام مباطنة. هو ذكر تواجدك في قطر، أنت هنا ل يعني لمشاركة أهلنا في قطر وإخوتنا في قطر باحتفالاتهم باليوم الوطني. نعم. ك
كيف كانت الدعوة؟ والله الدعوة طبعا أنا كنت ننشر وطلبوا مني قصيدة في قطر الأخوة في بنغازي الشباب طبعا في بداية الأحداث. نعم. ذكرت قصيدة في قطر في بداية واحتفظت بها كي معش جاء الوقت المناسب نقولها، فاسمعها بعض الأخوة موصلينها القطر طبعا بالكلام، فدعوني في الأخوة في مهرجان تحرير ليبيا في قطر، مهرجان ليبي اللي أشرف عليه الأستاذ الشاب اسمه حسين المهداني من قطر هنا، ومش عارف مجموعة الأستاذ العيساوي بشير العيساوي، وكان طبعا طلبيني القطرية أني نحضر، فحضرت وعجبوا بالقصيدة، كانت قلت فيهم قصيدة، فطلبوا مني البقاء إلى اليوم الوطني، قلت لهم لا عندي التزامات، فدروا لي تذكرة وقالوا على أساس ترجع ضروري ترجع، فتشاركنا في ال فشاركت، وكنت طبعا عند القبائل عرضات القبائل القطرية، شاركت مع قبيلة العطية قلها اللي منها سيد اللواء رئيس الأركان طبعا، وكان رجل فاضل وبارك طبعا عزمنا، وفي قبيلة أخرى الحبابي عزمتني طبعا، وشاركت معهم في سوق واقف طبعا بالقصيدة. طيب نباركوا لإخوتنا القطريين بيومهم الوطني. أستقبل اتصال من بنغازي من سالم العقيلي، أهلا وسهلا بك أخ سالم. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام أخوي سالم، ياريت بالله عليك تسمعني من صوت سماعة الهاتف وتنقص في صوت التلفزيون. نسمع فيك وطيت التلفزيون، شخبارك يا أستاذي؟ الله يخليك الحمد لله. الدكتور سعد معانا اليوم، إذا حاب توجه له أي سؤال. الدكتور سعد العمروني، غني التعريف، هذا غني التعريف، ودي بيسلم لنا عليه سلام خاص، قول يسلم عليك سلام العقيلي يا دكتور سعد. يسمع فيك يا دكتور سعد، شخبارك؟ الحمد لله الحمد لله كويسو. الله يبارك فيك يا خالي، امورك باهيه؟ الله يبارك فيك والله. والله عندي عليك شويه لوم يا دكتور سعد، انا معلش. بنغازي انت نسيها شويه، بنغازي انت قلت شعر على ليبيا كلها، لكن بنغازي تهالي منسيها شويه والله. لا يا اخوي سالم، يا اخوي سالم لو تابعت الحلقه من البدايه، اول قصيده قالها الدكتور كانت على مدينه بنغازي. شكرا بارك الله فيك. فيك تبارك الله، شكرا لك اخوي سالم. لوم الاحبه هو يعني. لا عارف اللوم، لا هو طبعا ممكن القصيده لانها ما لهاش راس بيت، يعني زي ما تقول في الشعر كي طرابز، فيحسبوه مش البنغازي، لانها هي من اجمل قصائد نعتبرها، لانها تمثل انها الشراره من بنغازي بمعنى الكلام، انها يعني البيان من بنغازي، هي اللي الشباب اللي توفوا شهداء الكتيبه بيانك تو ما هوش بيانك، هي بناء الثوره ببيان الثوره من الشباب اللي توفوا اللي استشهدوا في الكتيبه، هذا معنى الشعر، بيانك تو ما هوش بيانه. نعم. يعني كانهم القوا بيان شهداء الكتيبه من بنغازي، هم لاول بيان منهم يعني بيان بي بي نعم. طيب خلي نستقبلوا الاخ وائل من البيضه. وائل مرحبتين بك. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. نحب نهنيك ونشكرك على البرنامج. الله يخليك. شكرا ضيفك الدكتور سعد. نعم. على الشعر الجميل. اسمع فيك الذي أبدع فيه في ثورة ليبيا المجيدة. والله أكبر، عاشت ليبيا حرة. شكرا لك وعاشت ليبيا حرة. سمعنا الآن ملحم البريغا. والله طبعا البريغا كما قلت لك جزء منها يعني. لا قصيده قصيده هي تحت طبعا ملاحم كثيره طبعا البريغا فيها اكثر من معارك حدثت، يعني ما تقدرش تحكي على كل مطلع القصيده، لكن نقصد انها الملاحم، وشاركوا فيها يعني الشرق من البيضه ومن درنه ومن طبرق ومن جدابيا ومن بنغازي ومن اهل البريغا، ويعني كانت صحيح. ما تقدرش تعبر من اللي قاد يعني، فكانت ملاحم كثيره هذا الموضوع، فقلت ملاحم عز صارن في البريغا من الثوار نحكي بالحقيقه، نحكي عن أولاد صلاة وصيام حياة الجهاد، إن جيت بالظلم تلقاها مجواد، نخاوة عزم وجلود الرقيقة، إن جيت بالسلم تلقاها مجواد، نخاوة عزم وجلود الرقيقة، إن جيت بالظلم مسكين الزناد للظلام ياما من حريقة، بدبابات هاجم والجراد وبلوظان قتل في طريقة، أتريد ترد حكمك للفساد عليك حرام ما تمسك دقيقة، جوك أحفاد يا طيبك أحفاد من المختار يا شر الخليقة، عليهم عهد تحرير البلاد من دجال سارقها السريقة، دار دار دارك في السواد زنقة قلت تمت لك زنيقة، ملاحم عز صارن من البريقة. نعم. نحكي عن نعم. تريس
ردوا حكم ضايع من إدريس، حكمنا شخص بالرأي النحيس سنين كلها ما يثبت بليقة، هو في الحرب يعبر في السويس، وهو في السر شارون هو رفيقة، هو في الدين نقول إبليس إن كان ما أبوه يقبه شقيقة، هو التاريخ يطمس في طميس، شاهد زور يمحى في حقيقة، هو في المال كامل عالرقيص والمافيات وكتابة وصفيقة، يا بريقة جوك من معدن نفيس بوارق نصر بالنلة طليقة، هرب محتصم كي حمية وطيس، رماه في سرة غص بزم طريقة، ملاحم عز صارم في البريقة، من الثوار نحكي بالحقيقة، نحكي عن شرفهم تغطرس قال من أنتم عرفهم بسلاح جراد والهاون قصفهم جوه سباع ما خافوا نهيقة، على الجرذان عايرهم وصفهم بقيه الجرذ في حفرة غريقة، ينجرب ذان في الشارع هدفهم كما جرذان ننتسمع نقيقة، ملاحم عز صارن في البريقة من الثوار نحكوا بالحقيقة. ملاحم عز صارن في البريقة من الثوار نحكوا بالحقيقة. واستقبل أنا وياك الأخ أسامة الفارسي من بنغازي، أهلا وسهلا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام. أخوي صالح شن أخبارك؟ الله يخليك الحمد لله مرحبتين بك. يعطيك الصحة إن شاء الله وديما منورنا. أجمعين إن شاء الله النور نورك ومعي. يا ريت تعطيني الفرصة نحيي دكتورنا وشاعرنا الدكتور سعد العمروني. تفضل. مرحبتين دكتور شن أخبارك؟ مرحبا مرحبا يا أخوي، كيف حالك علي؟ مرحبا بشاعر الثورة الحقيقة يعني صح لسانك على القصائد اللي تقول فيه بأمانة يعني، وكان يعني كانوا يحكوا على الجهاد فهذا أحد أنواع الجهاد يعني. الله يبارك. وبأمانة كان القصائد ديما خاصة قصيدة مصراتة وقصيدة طرابلس، ويعني القصائد كانت في وقت بأمانة يعني، وكان يعطي في دافع للناس من خلال ساحة الحرية في بنغازي. الله يبارك فيك. بأمانة يعطيك الصحة علي هذا الشيء. الشيء الآخر رد على الأخ اللي من بنغازي قبل شوية وقال لك أنت ما قلت شيء على بنغازي، القصيدة اللي قلتها في بداية الحلقة هذه على الثورة، لكن لبنغازي وأهل بنغازي ما قلت الشيء، وهذه خلينا يعني يا ريت تجاوب عليها يكون على الهواء هذا الشيء. والله الواحد ما ليش يشكر روحه بغازي ما ليش نشكر روحي واجدا مرات نذكر هذه هذه للجميع ان شاء الله يا دكتورنا، لكن برضو يعني هذا شيء اللي نطلبه منك. والشيء الاخر يا ريت والاستاذ اخوي صالح انك تلبيه لي الطلب هذا، تفضل. القصيده اللي دايرها باللهجات. نعم. قصيده قلتها انت في مره في برنامج من بنغازي حكيتها، هي طريفة شوية عرفت، فياريت تعودها لنا يعني. وبارك الله فيك ويعطيك الصحة إن شاء الله. الله يسلمك. خلاص إن شاء الله نسمعها تو إذا ما عندكش مانع. والله القصيدة طبعا نعم. شكرا لك. قصيدة في ساحة التحرير طبعا، هو القصيدة كانت اللي هي في بنغازي نعتبرها الأولى لك الجماعة، ثم قصيدة يا طرابلس قليلة، ثم قصيدة بطاقة معمر حتى في أول الجرائم. توصف في معمر ثلاث حاجاتين. هذه اللي هي بأكثر من لهجة، وبعدها قصيدة مصراتة، ثم جو في هي مناسبة القصيدة في أطباء من السودان اثنين جو ساحة الاحتصام، فكانوا في مصراتة ويسبوا فواحد من الشباب طبعا حكى لي كي قال لي كان عندهم شي شاعر شو وعندي أنا طرفة من قبل فذكرتها فقلت له أنا حندير طرفة، فدرت راس بيت سوداني بعدها مشيت معه باللهجات كأن السوداني عبر ثم الشعب السوداني شقال. طبعا الشعب السوداني من مواقفه مع الثورة سحبوا جامعة الخرطوم، سحبت الشهادة الفخرية من معمر، طلعت في الأول. تونس طبعا بأن معمر صاحب بن علي فأكيد حيكونوا معنا. مصر رفضت شراء القبائل طبعا يعني. يعني فيه موقف. الأردن معروف السفير الأردن موقف طبعا، سوريا طبعا لأنها هتكون، والخليج طبعا تعبير عن قطر. لكن ممكن نخلص معك شيء في تونس، يعني تونس كانوا مع الثورة الليبية يعني. لا معانا يعني قصدي يعني كل القصيدة يعني نبي الناس إن رانا تونس معانا وإيش دارت الموقف نشكر في موقفهم باللهجات بطريقة يعني هي تبين إن نسمعها مع بعض، أريد إن ترفع إن المصري يفرح إن مع ليبيا يعني نشكر فيه بطريقة المسح يعني. يعني نوع من التلطيف طبعا، يقول لك إنما يعني القلوب مرات تمل يجيب لها نوع من الشعر يلطف الناس، طبعا كانت في تبي تلطفها بكلام لكن لا يخرج عن حي الصدق يعني كنوع من فهو كأن السوداني قلت يقول ناس ليبيا سامعين سيف بذاته يقول ليبيا ملكه وملكه الباتو. نعم. فالسوداني يقول معمر قصه زول كعب ما الإسلام فاهم نصه، كلام ظلم مو معقول كيف يخصه تربة ليبيا وناس ليبيا ما ماتوا، هسا كل سوداني قريب نوصه وهسا يدقه كان عين وراته، بالخرطوم جامعة بالغلط لما حسوا شهادة أدوها ليه قالوا هاتوا. مصري يقول معمر سم بعسل سلم سلطته للشعب هو انفصل، الصورة مستمرة وليه لما حصل
وقام شعبه بصوره زعل من صورته وبعث الولا ولا لما وصل قذاف دم رجع بهم يا حسرته. منا رساله الشعب الليبي يتصل من مصر كل الخير نحن اخواته. نعم. تونسي يقول كيف بالعلي غشاش ويقعد يريض مبسوط في الحياش ما ثم الا المقرون ياخذ لاش بترول ليبيا ويقسموا حقاته نقرع البراس راسك باش يهرب صفاقس نفق صعويناته. برشا حكمته وقال هالدباش وشلقه مكملها وقال هالدمعته. الاردن يقول معمر علامه يقتل بشعب الظلم يا النشامة وما قام بالعزة ويقوم سيف أحلامة تربة ليبيا هدد بتكسيمات ويشبع على الجرذان عيب كلامه الشعب ليبيا هو ما عرف حرمات ترانا خطية من وراها ندامة ترانها فضيحة خاتمة لحياته. الصور يقول معمر شو بده بيمزح الزلمة هيك والله بجده بيشوف حاله مين فهيتحدوا من أنتم وشعبه ما عرف لساته شعب ليبيا أبا ضاي ما بيردوا من هو معمر وينهم خالته لك ابو كلبشه يخزم على يده ببكي اذا السامع سمع بكيه. خليج يقول معمر شلونه يسلط على شعبه غريبا يا اخونا وقاموا رجال ان شاء الله يعطونا هالاسم مدمر صوت فيه فعلات ويسلم من خليفه ثاني بعونه بعد عون ربي واضحه فزعاته وكيف ما سقط من الشعب دم عيونه تسقط دموعه يضربوه الناس الله يسكون الناس ناس ليبيا سامعين سيف ذاته. المخرج المخرج لبناني وقال لك بدي واحد يعني باللبناني بدي واحده من اللبناني سأل شي مره يخش مع لبنان بين سوريا والأردن خشوا. قال لك مشيها بين سوريا والأردن. طيب ما شاء الله تتقن اللهجات يعني بشكل جميل. نعم. فيه قصيدة على مصراتها والله لو تذكرها يعني نسمعها الآن. والله قصيدة مصراتها طبعا كانت في شهر 4 طبعا كانت مصراته يعني شبه طبعا الاعلام انها خلاص سقطت ومش عارف والناس خايفه وطبعا فيها فكره هي اني انا نوجه الاهل مصراته انهم يكبروا يعني المشايخ كبروا هي خبر بمعنى الامر يعني كانك نامرهم انهم يكبروا انهم يدعوا. طيب دكتور نسمعوها عشان بنسمعوا يا طرابلس قليلا ان شاء الله بعدها لان وقت البرنامج قارب على الانتهاء فحابين نسمعوا اكثر كم من القصائد والله ان شاء الله هي طبعا وبعدين دعيت المصراته انها زي ما تقول تمسك الطاغي سبحان الله فتحقق يعني شهر 4 طبعا ونتمنى الشباب منهم يمشوا المصراته من الشرق فعلا مشوا شباب كثير ونبي صحيح. سلاح يمشي المصراته كشاعر انت في بدايه الشهر 4 القصه يعني ما لهاش حسابات اخرى فيعني توجه في الشباب انهم سلاح يمشي المصراته ويمشي الغربيه لكن كانت والشباب فعلا من بنغازي من بيضه من درنا اللي يسمع القصيده ممكن يتاثر الشعر ياثر كانه يعني فهي نقول بدمك وصبرك تسلمي مصراته خذيه الشرف وخذيه سيف وبات تسلمي يا حية طمينة والمواطين للدفنية للقصر للمحجوب كل تحية للزروق للغيران تسليمات للبلابلة للسكت والبروية للقزير للكرزاز للجهانات مقاوبة راس التوت لك من نية للزيرة والسكيرات للرويصات للشواهدة وأول شهيد ضحية للشراك سورملة بتكبيراتها كراريم في الجبهة اللي شرقية مقاصبه صوالح ووين جن قواته كراها بالراجمات فوق المية ومن كل حدب وصوب دباباته ومجند أطفال دروع بشرية ومن كولومبيا نسوان قناصاته نلتي الشرف ما نال غير السيء وفي مزبل التاريخ بات بياته تسلمي مصر تسلمي صعبة علي من خطب هدد بقتلة شعبة سارق الحكم سنين تم لعبة كمل في هتاف ورقص في حفلاته وما من بريل الناس شافوا رعبه وحتى في الصيام افطروا بعداماته واللي من أصحاب الفيل نجى الكعبة فيه من يورينا عجيباته تسلمي بشبابك وتكبير المشايخ ليل في محرابك ويخلف الله بخير في مصابك وإن شاء ينصرك غير طلبي فزعات وإن شاء تمسكي المجرم تصفي حسابك من باب العزيزية عليه فعلاته وإن شاء يذب غيظك يعود شرابك وإن شاء ينخذ رعودك تعود حياتك تسلمي برجالك دفعتي نفوس ومن نفيس أموالك ونحنا في العزة واحد بما يجرالك لله ما عطاه وخذاه في حكماته ونام بشرك راهو عدونا هالك من يوم للجوامع هد من ضربات وينفس عليك الكرب يصلح حالك ويعجل بنصر ويمطران خيرات تسلمي بصمودك وما هو عليك جديد درب جدودك سعدون ورمضان شرابهم في عودك وانطاب الشراب العود طاب نباته حتى والطغاهم حاصرين حدودك حد البحر ما زال في موجاته موجات من سلاح ومن شباب جنودك شباب كل باكي يمسحوا دمعاته من طبرق البنغازية وجوك وسودك يا الله يدحروه ويحرقوا رايات تسلمي مصراته تسلمي الشرف وخزي السيف وبات بدمك وصبر تسلمي مصراته الله الله بصراحة صح لسانك كلمات رائعة نسمع طرابلس قليلة والله فيه طبعا ترتيبا للمسيرات طرابلس طبعا فيه مسيرة البيضة ممكن لمحة القصائد هذه
كانت عتية لمحة على الثورة في البيضة خفيفة خاطرة حضرت مسيرة البيضة. طبعا معلوماتك هي على أساس أن البيضة طبعا حضرت المسيرة فقلت حشود حشود على الجبل الأشم نشوف النصر مستطع من شم حشود عريضة بارق نصر ننظر في وميضة بين سحاب مبارك بفيضة بإذن الله خيرات تتعم ومن سماك بالزاوية البيضة زاوية علم للعالم تلم سنوسي خير حافظ للفريضة حكم بالسلم ما سيل الدم وفيك رجال في ليلة غليظة خنفر طاح زاد الهم هم وثاني يوم زاد الغيظ غيظة وين بسلاح خشوك البجم نفك السحر عنك يا مريضة بالتكبير ويدينا نسقم حشود حشود على الجبل الأشم نشوف في النصر نستطع من شم. فكانت يعني دعاءنا تحقق إن شاء الله. نعم طبعا يا طرابلس قليلة معروفة ومشتهرة فيها الدعاء وفيها الرجاء وفيها اللحمة الوطنية وفيها النكتة وفيها الاستبشار يعني فيها كي نوع من. فقلت لها يا طرابلس قولي لها أنت العاصمة ما عندنا تبديل ليبيا واحدة يا طرابلس قولي لها يا عروس بحرنا أنت العاصمة نريدوك ما غيرنا عليه حكم طاغي هيك ذي صغرنا كمل لفظنا وانت عذاها زيلة لو كان زدنا عام راه كفرنا ولفظة إله الشعب راه عطيلة وحتى بالعزة مسع جبر خطرنا وردلك فانويلنا تكتيلة وهازي علينا وين حس خطرنا شحات رمز كارس ما معاه قبيلة ونحنا بالقلوب وبدموع سهرنا والله يفرحك كي ما فرحنا الليلة ومعاك في الجوامع وين ما كبرنا دعينا الله يخلصك من ويلة يا طرابلس قولينا يا طرابلس يا درة انتي العاصمة الريدوك تقبي حرة من حكم طاغي خلصك من شرة الله القوي العزيز غير دعيلة اما يمسك باليد ياخذ جرة وسط الشوارع يضربوا العويلة ولا طائرة يركب ويهرب برا كيب بن علي غير هيت من يومي يا عاصمة دولتنا ليبيا واحدة ما نفرقوا كلمتنا ينصرنا الله ونرفع رايتنا فوق في سماك الزاهية الجميلة يا طرابلس قولينا وانتي العاصمة ما عندنا تبديل ليبيا واحدة قولي البقر جوطة علي شعبنا ما عاد يرفع صوته سوريت علينا بين مشروطة ويهدر وغير عياط ما لا حيلة يا طرابلس قولي له وانتي العاصمة ما عندنا تبديلة مصة صدمة يا طرابلس قولي له قولي البوشف شوف عليه بن علي مرأي فريد يشوفه يشيل خيط شحنة وكرطة ومصروفة مغير هاي الطيارة بعيدة تشيله قولي له علي شعارك لا تقول شي نظر لا بن علي لمبارك تيار لا للشعب كله شارك نين يجرفه ما عاد يوقف سيله يا طرابلس قولي له وانتي العاصمة ما عندنا تبديل ليبيا واحدة يا طرابلس قولي مصة صدمة يا طرابلس قولي ليبيا واحدة إن شاء الله ديما. أستقبل معك دكتور الحاجة فتحية تربل من بنغازي. مرحبتين بك يا حاجة. مرحبتين بك وبيك أكثر إن شاء الله. تفضلي يا حاجة. مرحبتين. أولا نترحم على أرواح شهدائنا ونتمنى ديما ان شاء الله ديما منصورين ونشكر شاعرنا شاعر الثورة الدكتور سعد العمروني. حاجة نحن من البداية شاركنا في بداية الثورة في ميدان الحرية شاركنا في شوية. انا مش شاعرة لكن اهو من الفرحه بتاعنا تمينا نعبر كل واحد يعبر منا من عنده عليه. نعم طيب على طيب نسمع منك يا حاجه اي الكلمات اللي قلتيها. قلت لها جات الفرج يا ليبيا يا بلادي وريت الهنا وسو عنك راح بعد ما تعذبت سنين اعدادي حكم فيهن علينا المجرم السفاح ويا ما عانينا من ايام كادي ويا ما نظرنا من وجوه قباح حبسوا شنقوا من عيال بلادي وما شفوا منهم يومين هني مرتاح ويا ما ساروا من حضر وبوادي وما فقدنا من وجوه سلاح خذوا خيرنا وشالوه للعيد وسموا عربها في سنين تحاح نسونا نحن اصحاب بلادي نحن نطلب بالصبر والكفاح نسوا كفاح الاهل والاجداد بدوطنا بالماء والصباح واليوم ناس وينكم يا ولادي ولبن لدالة بندقالة سلاح معتمدين على الرب الكريم الهادي المولى العظيم الواحد الفتاح يقصرنا على الطاغي وعلى المعادي في الهوى وفتاح صح لسانك يا حاجة ما شاء الله. هذا كله وتقول انا الشاعرة امال لو شاعرة. الله يسلمك الله يخليك. في ردنا حتى على المرحوم الله يرحمه الشاعر عبد العزيز النصر. نعم
في الجردان في قام يعني يقول حاشاهم من قول الجردان. قلت لي قال عليهم الجردان كبار السكان العرب في المكان اللي قلت عليهم جردان كبار السكان طلعوا لك من المكان اللي قال عليهم جردان وفار ودار داشان إلا جال بلادي شجعان عليهم بشكل زمان رجال بلادي ياكذ بنشد وش داروا في الطليان أنشد وش داروا في لا تأكل إحباس معاهم للمال من بلاد وخبيرة ننسان بس بلا ضرور لا بفتان ساروا داروا تستاذ تهدد خلف السان صح لسانك يا حاجة صح لسانك يا حاجة اعتذر منك بس الصوت ما كانش واضح هلبة فأعود إليك دكتور في كلمة أخيرة طبعا شنو تقول لليبيا وهي طبعا مقبلة على عصر جديد وعهد جديد أيضا فيه إن شاء الله حنحتفلوا بيوم الاستقلال قريبا فماذا تقول للليبيين في كلمة أخيرة أيضا المخرج مخرج الحلقة يطالبك بكلمات للجروب اللي قاعد معانا المجموعة اللي معانا في الكنترول والشعب العربي بصفة عامة الله يأتونا والحاجة إن شاء الله يوفق الله البلاد يلم الشمل وإن شاء الله تكون في أحسن حال ليبيا طبعا هذه أهم كلمة طبعا في ليبيا نسأل الله أن يوفقنا للخير وتكون ثمرة الثورة مباركة يعني يصلح الله البلاد والعباد ولما الشمل هذه حاجة في ليبيا طبعا هذه هم نصيحة طبعا أنا ذكرتها في أشعاري غير ممكن الوقت مع الشي القصائد في قصيدة يا ليبيا فرحين تم عيدك والله عيدين طبعا هي الفرح يقول يا ليبيا فرحين تم عيدك عيدك ونصرك وشكره يزيدك إن شاء الله فرحتنا ديما تدوم وإن شاء الله ديما شعب ليبيا تدوم عليه الفرحة بهي كلمتين يعني أو بيتين للشباب العربي اللي قاعد مساندنا وقاعدين متحملين معانا وسهروا معانا الليالي والله هذول الله هم الجنود المجهولين نسأل الله يبارك فيهم طبعا هذول هم اللي عملهم فنشكرهم من ويبارك الله في خطواتهم وإن شاء الله يجعلهم الله من من أهل الجنة في أعمالهم يعني ثقل الله ميزانهم بها إن شاء الله يعني إن شاء الله بإذن الله شكرا لك دكتور الطبيب والشاعر والثائر سعد العمروني الله شكرا لك شكرا لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم وشكرا لكل من شاركنا في هذه الحلقة عن طريق المشاركات الهاتفية أيضا أشكر مخرج الحلقة وسام وكل من معه في غرفة الكنترول شكرا لكم مشاهدينا مرة أخرى وإلى اللقاء